عديدة وكثيرة في هذا الأمر ومعظمها آراء مختلفة، ولكن نروح أحسن لشيخ مدربي حراس المرمى في مصر، واحد من أفضل من شغلوا هذا المنصب في تاريخ منتخب مصر الاسم الكبير، كابتن فكري صالح. كابتن فكري صباح الفل على حضرتك. صباح الفل يا كابتن كريم، ازي حضرتك؟ طمنا عليك. والله انا يعني في دوله الامارات في نادي الشارقه، لان كان في دوره لمدرب الحراس هنا على مستوى عالي جدا رغم ظروف الكورونا، ولكن منظمه تنظيم غير طبيعي، وكانت الافتتاح النهارده وكان جميع المسؤولين موجودين، وطبعا كابتن حسن اسماعيل ده المشرف على حراس مرمى نادي الشارقه هو اللي جاي يعني قايم بالدور الكبير فيها، والحمد لله النهارده كان في نجاح غير طبيعي بتوفيق من عند الله في هذه الورشه، هي مستمره لغايه بكره ان شاء الله. عظيم. رايك ايه يا كابتن فكري في التوصيه بتاعت الانديه امبارح مع اتحاد الكره الخاصه بعوده الحراس الاجانب للدوري المصري؟ هو رايي واضح، لان كان الموضوع ده اثير ايام الجنرال العظيم محمود الجوعي واحنا موجودين، ويمكن كانت التوصيه بتاعتنا عدم وجود موضوع الحراس المرمى الا كفرز اول. يعني ايه فرز اول؟ يعني زي فيلم طوالي. يعني اي نادي، لان ده سوق مفتوح ممكن اجيب واحد بخمس فرق وعشر فرق، وكان في وقت من الاوقات لو تفتكر كان في 11 نادي عندهم جوان محترفين، وبالتالي انت كنت بتصغر قصه او بيتاثر بالثلج على المنتخب الاول، لان لما يبقى عندي النهارده خمس جوان بس مصريين انت بتختار منهم اربعه، يعني مشكله. فطبعا انا مش مع القرار ده نمره واحد، لان القرار ده اضر في وقت من الاوقات بالكره المصريه. اثنين، هتلاقي بعض الاراء يقول لك يعني ايه يا عم فكري، هو الاحتراف في ان انا فتح الاحتراف والاجوال لا. لان المفروض لو انا هجيب جون محترف يبقى فرز اول، فرز اول يعني انا زي ما تيجي مثل كده بفيلن توار لما كان موجود في نادي المقاولين العرب، بتبقى دي علامه مميزه وفي نفس الوقت بيطلع جيل. ويمكن التجربه دي دوله الامارات اللي انا موجود فيها حاليا هي نفس القصه، منع الاجوان او منع الاحتراف بالنسبه لحراس المرمى، لان كده انا بشيل فرصه من حراس المرمى ان يبقى عندي حراس مرمى مميزين كمنتخب مصر او منتخب الامارات. وممكن بعد ما خلص الكابتن حسن اسماعيل حضرتك، ممكن هو قاعد معايا دلوقتي لان احنا لسه مخلصين اليوم الاول في الورشه، فممكن برضه يدلو بدلو بالنسبه حتى للامارات هنا الوضع ايه، لان هو شيخ مدربي حراس المرمى في الامارات يعني. يا ريت. انما انا رايي انا رايي الشخصي هذا القرار غير في صالح الكره المصريه كمنتخب مستقبلا. الا اذا كان قال لك الاحتراف ولكن كفرز اول. طيب كابتن فكري يعني هسألك سؤال، مش ده ممكن يدينا فرصه، ما احنا مش شايفين برضه حراس مصريين بيطلعوا للخارج، مش فرصه ان احنا نستورد حراس فيبقى عندنا فرصه ان احنا نصدر حراس للخارج، وده برضه هيفيد منتخب مصر بدل ما احنا، انت فاكر اخر حارس مرمى يعني نادر السيد عصام الحضري، وعصام الحضري كانت كمان تجربته قصيره في الاحتراف الخارجي، ومفيش الانديه ما تسمحش لحراسنا ان هم يخرجوا. اتفضل كابتن كريم. فضل. هو نادرا ما راح احترف بره، احترف عن طريق البطوله الافريقيه والاداء المميز بتاعه في بوركينا فاسو، هو اللي فتح له باب الاحتراف. فاهمني؟ فكذلك اي حارس مرمى، انما بالعكس هبيع مين؟ اذا كنت انا دلوقتي ومش قادر ابيع، طب هبيع اما يبقى عندي ثلاث اجوان ولا اربعه هم اللي بيلعبوا في الدوري والباقي كله محترفين. يبقى انا هبيع، ده بالعكس انا هسوق الاجوان الاجنبيه اللي جايه عندي، لان ممكن تيجي لي خامه كويسه قوي وما يكونش فرز اول وملوش اسم، ويبقى هيتسوق عندي هنا ويتباع بره. يبقى انا بالعكس انا بشيل فرصه الحارس المصري ان هو حتى يحترف. ليه؟ لان هو ما بيلعبش، لان اللي بيلعب جون انا جايبه من بره. صحيح. فالمين اللي هيتشاف الجون اللي قاعد، طب ازاي انا هبيع بقى لعيب ما بيلعبش؟ فكل الناس اللي احترفت بره يا كابتن
حتى عصام الحضري لما احترف بره كان عن طريق بطولة افريقيه، يعني عن طريق المنتخب. فانا هذا القرار غير صالح للكره المصريه او مستقبل الكره المصريه. وبعدين انت لما بتتكلم على دوله زي البرازيل او فرنسا، دي صناعه متنظمه، احنا عندنا الصناعه غير متنظمه بصراحه، واللي يزعل مني يزعل. طيب ما احنا عايزين ننظم بقى يا كابتن فكري، يعني هي فرصه ان احنا نبدا نتطور. ما هو عشان حضرتك تتطور لازم تعمل كل، مش جزء وجزء، لازم جميع الاجزاء في وقت واحد. جميع الاجزاء تصلح، انما انت هتعمل كل يوم تجربه. احنا جربنا قبل كده، طب ليه احنا لغينا؟ هو احنا قبل كده كنا مش فاتحين، كنا فاتحين دخلت الاجوان، وبالتالي اما كان بقى لها تاثير عكسي. حتى انا بحكي لك ايام الكابتن الجوهري، وبعديه حتى بعد كده الكابتن حسن شحاته، وطلع القرار يمكن ايام الكابتن حسن شحاته ممنوع وجود حراس مرمى هجوم، لان كان له تاثير سلبي على المنتخب. صحيح كابتن، بس فهو دي القصه. صحيح. ومعاك الكابتن حسن اسماعيل لو حبيت تعرف كمان، لانه الناس مانعين هنا في دوله الامارات هذا البند. مع حضرتك.